أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة بمناسبة الثورة الجزائرية، إذ تحيي الجزائر هذه الأيام الذكرى 64 لانطلاق ثورتها في الفاتح من شهر نوفمبر 54 900 وألف. تعود الذكرى أو ذكرى الثورة الجزائرية، ويعود معها الحديث عن التضامن والدعم المغاربي لها. فلم تكن الثورة الجزائرية لتحقق ما حققته لولا الدعم التونسي والمغربي والليبي. لقد أثبتت ثورة التحرير الجزائرية على مدى أعوامها السبعة حقيقة واقعية مفادها أن المنطقة المغاربية برغم الخلافات السياسية فإنها تمثل وحدة واحدة عندما يستهدف الخطر وجودها وكيانها كالخطر أو كخطر الاستعمار. وما موقف الملك محمد الخامس الذي أعلن سنة 75 أو سنة 57 900 وألف عند لقائه وفدا عن جبهة التحرير أنه يقف مع الثورة الجزائرية موقف المجاهد لا موقف المؤيد فقط؟ وما أحداث سقيط سيدي يوسف في تونس سنة 58 900 وألف التي اختلط فيها الدم التونسي بالدم الجزائري بسبب المجزرة التي ارتكبتها قوات الجوية الفرنسية، وكذلك مؤتمر طرابلس سنة 62 900 وألف الذي وضع رؤية لما سيكون عليه الحكم في الجزائر بعد انتصار الثورة، إلى جانب طبعا الدعم المادي واللوجستي الذي قدمه الملك إدريس السنوسي والشعب الليبي. كل ذلك يدل على أن الشعور المشترك بوحدة المصير هو السائد، ولئن ساءت العلاقة بين قادة المنطقة بعد طرد المستعمر بسبب الأنانية مرة وبسبب التواطؤ مرة أخرى، فإن البعد المغاربي للثورة الجزائرية يبقى حاضرا بل وملهما ليوم تشرق فيه شمس الوحدة المغاربية، وإن غدا لناظره لقريب كما يقال. الوحدة الثورة الجزائرية وعلاقتها وبعدها المغاربي هو موضوع حلقة أو هذا الجزء من هذه التغطية. أرحب بضيوفي هنا في الأستوديو، أستاذ عادل حامدي الإعلامي والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا فيك. أستاذ عبدالله الكبير الكاتب الصحفي، مرحبا بك أستاذ عبدالله. أستاذ محمد العربي زيتوت عضو أمانة حركة رشاد، مرحبا بك أستاذ محمد العربي. وكذلك معي عبر خدمة سكايب من المغرب الكاتب والمؤرخ المغربي الأستاذ المعطي منجب، مرحبا بك أستاذ المعطي منجب. مرحبا بكم. إذا نبدأ هنا في الأستوديو مع الأستاذ حمد العربي زيتوت في الجزء الأول متعلق أساسا بهذه الذكرى 64 للثورة الجزائرية. كل دول المغرب العربي قامت بثورة ضد المستعمر الفرنسي أو ضد المستعمر الإيطالي أو الإنجليزي إلى غير ذلك، لكن الثورة الجزائرية تبقى الثورة الأكثر شهرة والأكثر تضحية والأطول ربما كذلك في مقاومة المستعمر الفرنسي. في البعد المغاربي للثورة، لأنه لا يمكن الحديث عن أي ثورة ضد المستعمر الفرنسي بشكل منعزل لا في تونس ولا في المغرب ولا حتى في الجزائر، كان دائما هناك بعد مشترك في هذه المنطقة في مواجهة المستعمر. الثورة الجزائرية التي جاءت بعد الحكم الاستقلال الذاتي لتونس أو قبله بقليل، وكذلك الاستقلال أو الوعد بالاستقلال للمغرب، ما هي أهم المميزات؟ دعنا نقول ما هو أهم ما استفادته الثورة الجزائرية بالدعم هذا المغاربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم مشاهدي الكرام. وقع الأمر أن الثورة الجزائرية جاءت في ظروف جزائرية عصيبة وعصيبة جدا. ظروف تتميز آنذاك بانشقاق أهم حزب داعي للاستقلال، وهو الMTLD أو ما يعرف بالPPA. MTLD PPA هي تعني حزب الشعب الجزائري، هذه الكلمات بالفرنسي الحروف الفرنسية، والMTLD تعني حركة انتصار الحريات الديمقراطية. انقسام شديد، انقسام الاستقلاليين. أما الآخرين المطالبين بالاندماج أو المطالبين فقط بالإصلاحات الثقافية أو فكانوا أصلا غير معنيين في تلك المرحلة على الأقل بقضية الاستقلال. فوجاءت أيضا عقب بعد سنوات من مجازر مرعبة، هي مجازر 8 ماي 1945 اللي قتل فيها آلاف الجزائريين. مصادر الجزائرية تتحدث عن 45 ألف
مصادر فرنسية تضعهم في حدود 20,000، وأي كان فهم بالآلاف. نعم. جاءت أيضا بعد تنكر الفرنسيين للوعد اللي أعطوه للجزائريين من أنه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية ستأخذون استقلالكم، وجاءت أيضا في خضم تزوير الانتخابات للجانب اللي قابل بالاندماج أو بالإصلاحات دخل فيها، مثل فرحات عباس ومثل آخرين، أحباب البيان إلى آخره، دخلوا فيها. ومع ذلك فالفرنسيين راحوا يزورون الانتخابات، بالرغم من أن الانتخابات قانونيا كان 8 أصوات جزائرية باش يساوي صوت فرنسي واحد، مع ذلك قاموا بتخريبها. جاءت في كل هذه الظروف، كانت مجموعة المنظمة الخاصة، وتعرف بلوس والأورغانيزاسيون سبيسيال، لكن يعني هذه المنظمة الخاصة كانت نشأت في 47. نعم. وكانت هذه المنظمة الخاصة أنشأها حزب الشعب، حزب الشعب MTLD. حزب الشعب كان يقود بطبيعة الحال هذا الشعب، حزب الشعب MTLD، هو الرجل الشهير جدا. طيب. مصالي الحاج. كان نشأت المنظمة الخاصة وظهرت فيها أسماء ستعرف فيما بعد وتشتهر، من بين هذه الأسماء أحمد بن بلة، أيت أحمد، وآخرين، يعني محساس، عدد هائل من لم يظهر وقتها بومدين؟ لا، بومدين كان طالب حتى ربما في الثانوي آنذاك. المهم، هذه المنظمة الخاصة هي التي كانت تحمل فكر أنه لابد أن نحرر البلاد بالسلاح، بمعنى أنها كانت تقوم أو تذهب إلى تنفيذ قرارات MTLD وبرئاسة مصالي الحاج، إلى أنه سنحرر البلاد بالسلاح، كل الكلام الآخر لن يأتي بالتحرير. كان هناك شيء آخر أفاد الثورة الجزائرية، هو أنه الذين قاتلوا مع الفرنسيين من الجزائريين وحتى من المغاربة والتوانسة، ولكن خاصة الجزائريين في الحرب العالمية الثانية، شاهدوا أن تلك الإمبراطورية التي يقال أنها لا تهزم، الإمبراطورية الفرنسية كانت أقوى إمبراطورية حينها، كان كيف سقطت في بضعة أشهر قبل أندوشين، حتى الحرب العالمية الثانية. وكيف أن هتلر وجد نفسه بعد بضعة أشهر في باريس. وكيف أن الفرنسيين في أغلبهم أصبحوا عملاء عند هتلر وحكومة فيشي إلى آخره. ثم جاءت في ماي 54 الأندوشين وعملية ديان بيان فو والهزيمة النكراء للجيش الفرنسي، أسقطت هذه الأسطورة، أسقطتها مرة ثانية. فما بين السقوط الأول في الحرب العالمية الثانية والسقوط الثاني في ديان بيان فو، كان تلك العقلية الجزائرية التي تتمخض وتنظر من هؤلاء القوم لن يفهموا إلا صوت القوة وصوت النار. ولذلك حينما حدثت المشكلة الكبرى داخل MTLD ما بين المصاليين والمركزيين، وقع خلاف. المصاليون كانوا يريدون مزيد من السلطات لمصالي الحاج، والمركزيون كانوا يرفضون توسع السلطات ويريدون تخفيض السلطات لمصالي الحاج. طيب. اختلف هذا الطرفين، فإذا به يبرز الطرف الثالث اللي هو في أصله المنظمة الخاصة. ويقرر وينشئ، هذا مهم جدا، ينشئ ما يعرف بالوحدة والعمل، لجنة الوحدة والعمل، الكريا اللي عرفت باسم الكريا، اللجنة الثورية للوحدة والعمل. وهذه اللجنة الثورية للوحدة والعمل هي التي ستحضر للثورة وستقدم عليها في ليلة الأول من نوفمبر، وسيعتبرها الناس في تلك اللحظة هذا جنون مطلق. طيب، هذا مهم جدا، هذا الإطار. لكن طبعا كما أسلفنا في المقدمة أستاذ عادل، أنه الثورة الجزائرية صحيح قامت على الجزائريين بدرجة أساسية، ولكن ما كان لها أن تبقى ثابتة ومواصلة لولا الدعم إخوانها وشقائها في المشرق، في الشرق وفي الغرب. يعني في تونس كان هناك حديث دائم ومستمر لمن زعماء الثورة في تونس، زعماء التحرير أو من جاء بالاستقلال، بورقيبة وغيره من هؤلاء، يتحدثون عن دعم واضح كان دائم برغم رفض فرنسا. برغم ذلك كانوا موجودين وكانوا يقدمون هذا الدعم. إلى أي مدى ساهم هذا الدعم التونسي في
استمرار وبقاء الثورة الجزائرية، لأنها مرت في فترات صعبة جدا كادت تغلق عليها الحدود من جهة المغرب وحتى من جهة تونس، لكن هذا الدعم التونسي بدرجة خاصة إلى أي مدى ساهم في استمرار وبقاء هذه الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مجموعة من النقاط أشير إليها قبل أن أجيبك عن سؤالك. النقطة الأولى تاريخيا واسع العربي أعتقد يعرف ذلك، أنه يعني فداحة أو ربما ضراوة المعارك بين الجزائريين والفرنسيين كانت سببا أساسيا في إنهاك واستنزاف السلطات الاستعمارية الفرنسية. نحن نعلم بأن فرنسا تستعمر الدول المغربية الثلاث، أقصد المغرب وتونس والجزائر، وأن الجزائر كانت موريتانيا كذلك، وموريتانيا كانت قريب وقتها كانت جزءا من المنطقة وجزء من المغرب وجزء من قريبا من المغرب تقريبا. الآن لما كانت الجزائر كانت تدفع ثمنا غاليا ضد الاستعمار الفرنسي، ولذلك أراد الفرنسيون أن ينتهوا من أزمتي تونس والمغرب حتى ينشغلوا بالجزائر، ولذلك نعم. فضل الجزائري على تونس وعلى المغرب فضل كبير، لأن الجزائريين دفعوا أيضا ثمنا باهظا من أجل أن ينشغل الفرنسيون بهم. النقطة الثانية وهي الجانب التاريخي الذي تحدث عنه السيد العربي والذي تحدث عن البواكير الأولى للثورة الجزائرية، وهي نعم. ثورة تنطلق من وعي جزائري أصيل، أعني تحديدا أن الجزائريين هم أنفسهم الذين ذاقوا ذرعا بالاستعمار الفرنسي وهم الذين بدأوا بذلك. لكن أيضا الجانب التاريخي السيد العربي يدرك ذلك، أن كانت هنالك تنسيق مغاربي سواء في فرنسا تشكيل الجمعية المغاربية ضد الاستعمار، وكان فيها قادة جبهة التحرير، وكان فيها سعد الفاسي من المغرب، وكان فيها بورقيبة وقيادة الحركة الوطنية من تونس، وبعدها انتقلوا إلى مصر حيث واصلوا التنسيق حكما مؤقتا، مقرها كان القاهرة لكن قبل ذلك اجتمعوا في باريس ثم انتقلوا بعدها إلى القاهرة، وكان التنسيق متواصلا. بعدها بعد الاستقلال أو نيل الاستقلال الذاتي بين تونس والمغرب، حاول التونسيون من جهتهم أن يقدموا الدعم المطلوب للجزائريين أو ما يستطيعون من الجزائريين. عام 58 كانت أحداث سقيط سيدي يوسف التي أشرت إليها في المقدمة كانت أحد العناوين البارزة، لكن الذي لم يكن واضحا لا سطح هو الدعم المادي والدعم اللوجستي والدعم السياسي، حتى أن قادة الثورة الجزائرية كانوا كثير يوسف بن خدة كان مقيم في تونس، كانوا في تونس، حتى منشد نعم. الثورة الجزائرية وصاحب نشيد الاستقلال مفتي زكريا كان في جامعة الزيتونة هناك، ثم مات في تونس بعد ذلك، توفي في تونس. فإذا تونس توفيق المداني هذا أحد المؤرخين الجزائريين، بمعنى العلاقات المغربية بين هذه الدول هي علاقات وثيقة وطيدة تجمعها التاريخ، اللغة، الدين، الثقافة والمصير، ولذلك هذه الحدود التي تم وضعها هي حدود وضعها الاستعمار، ليس لم تكن معتبرة. والدليل ذلك أنه من المجاهدين التوانسة المازالوا حيين يتحدثوا أنه لما تونس أخذت استقلالها الذاتي في 55 رفضوا إلقاء السلاح، انتقلوا إلى الطرف الجزائري وواصلوا الجهاد ضد الفرنسيين. نعم. يعني هم خلاص قال نحن كملنا في تونس، لكن هناك مشروع لم يتم بعد وهو استقلال الجزائر، فكثير منهم انتقل برغم أنه يقال وقتها أن القيادة السياسية على رأس بورقيبة كانت ترفض، بل كانت تريد تجميع كل هذه الأسلحة وعدم ترك أي أحد يمر، لكن برغم ذلك الرغبة في المساهمة والحضور يبدو أنها تغط حتى على طبعا إشارة إلى أهمية صالح بن يوسف ضمن هذه المعركة، كان من ضمن الرافضين دوره في الحركة الوطنية سواء التونسية أو حتى في الموقف من دعم الثورة الجزائرية. صالح بن يوسف كان هو كان أقرب رأي صالح بن يوسف كان أقرب لرأي قادة الثورة الجزائرية، أن الفرنسيين لا بد أن يخرجوا بقوة السلاح وليس بالاتفاقات السياسية. سأتي بعدين لو تبقينا وقت إلى هذا السؤال، لأنه في كلام كثير. يعني ما الذي يؤدي إلى الاستقلال، القوة أم التفاوض السياسي كما كان يؤمن بورقيبة؟ أستاذ عبد الله، المساهمة الليبية كذلك موجودة وموثقة في كتب، ومسؤولين سياسيين، بن حليمة اللي كان رئيس الحكومة في عهد الملك إدريس كتب في مذكراته ما الذي قدمته ليبيا شعبا وملكا كذلك، كان رجل متحمس جدا لهذا، كان يعتبر دعم الثورة الجزائرية من الدين حتى قبل أن يكون حدثنا شوية عن هذا وعن هذه الأسماء
التي ربما البعض لا يعرفها، التي كانت عنصر فاعل في دعم الثورة الجزائرية؟ نعم، أولا في ذكرى هذه الثورة العظيمة لابد أن نترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير الجزائر الشقيقة، ولابد أن نهني الشعب الجزائري بالذكرى 64 للثورة. طبعا الدور الليبي في دعم الثورة الجزائرية كان دورا حاسما منذ انطلاقة الثورة أو منذ بداياتها الأولى، وقد بدأ الدعم آنذاك عندما اندلعت الثورة. كان رئيس وزراء ليبيا هو مصطفى بن حليم. طبعا مصطفى بن حليم استدعاه الرئيس جمال عبد الناصر وطلب منه أن يسهل نقل الأسلحة من الحدود المصرية إلى الحدود الجزائرية. نعم، في ذلك الوقت كانت ليبيا تحت الانتداب الإنجليزي، وكانت المخابرات الفرنسية قريبة من ما يدور في ليبيا، ومع ذلك نقل السلاح مسافة تقترب من 2000 كيلومتر. تحمس الليبيون عبر القوافل وعبر الرعاة بشتى أشكال التخفي، نقلوا السلاح إلى الجبهة الجزائرية. أيضا طبعا ليس برا فقط، النقل كان عن برا وبحرا وجوا كذلك. نعم، ولكن برا كان أسهل طبعا. يعني بالبر كان أسهل نظرا لأنه السلطات الفرنسية أو المخابرات الفرنسية كانت تتابع، وكانت هناك فرصة على اعتبار أنها أرض صحراوية ممتدة وفيها قطعان من الإبل ومن الخراف، فعن طريق الرعاة وعن طريق القوافل تم نقل العديد من الشحنات الأسلحة. لكن يقال كذلك أنه طلب من الملك إدريس توفير مطار في ليبيا لسرعة إيصال الأسلحة عند الحاجة السريعة، فوفر لهم مطارين في جنوب فزان كذلك. صحيح وسمح بتنقلهم من مصر إلى فزان عن طريق الجو يعني. نعم، هو الحقيقة تعاطف الملك وحماسه للثورة الجزائرية كان من أهم العوامل، على اعتبار أن الملك طبعا عليه رحمة الله من أصول جزائرية من مستغانم. القرب الجغرافي، لا أظن أن هناك حدث في المنطقة ألهب مشاعر الليبيين مثل الثورة الجزائرية. نعم. الحماس، حتى نحن تكلمنا على المستوى الرسمي، على مستوى رئاسة الوزراء وعلى مستوى الملك والدولة التي يعني بذلت كل ما بوسعها من أجل دعم الثورة الجزائرية. على المستوى الشعبي تشكلت لجان في كل المدن وفي كل القرى لجمع التبرعات لدعم الثورة الجزائرية، ولأن يعني الحدث قريب فأنا عاصرت شخصيات كانت حاضرة وكانت من ضمن اللجان، فيرووا في قصص عشرات ربما مئات القصص عن التضحيات والتبرعات التي قدمها الليبيون. يعني النساء كانوا كنا ينزعن حليهن ويقدمنهن للجان التبرع. هناك شخصيات شهيرة اشتغلت على لجان التبرع، ما زالت تاريخ الليبي يذكرها، مثل تاجر في طرابلس اسمه يوسف مادي، وأيضا سياسي ليبي اسمه الهادي المشيرقي، من أهم الشخصيات التي لعبت دور في لجان التبرع. على المستوى الثقافي كانت هناك مسرحيات على الثورة الجزائرية تجسد نضال الشعب الجزائري، وعائدات هذه المسرحيات التي تنتقل من مدينة إلى أخرى تذهب إلى التبرعات. إذن الدعم الليبي كان حاسما، وأحمد بن بلة تحدث لصحيفة الشعب الجزائرية قال صراحة يعني قال كل العرب دعموا الثورة الجزائرية، ولكن الدعم الليبي كان حاسما في تحديد مسار نضالنا ومصير نضالنا. جميل. إلى المغرب، ورحب مجددا بالأستاذ المعطي منجب الكاتب والمؤرخ. أستاذ معطي، طبعا المغرب كذلك وخاصة الملك محمد الخامس كذلك كان حاضرا، ودعمه كان واضحا ومسجلا وموثقا، سواء كان الدعم الدبلوماسي لأنه تحدث ودفع أو دافع في مدريد في باريس عن حق الجزائريين في استقلالهم، سواء الدعم المادي بمعنى السلاح، وكانت المغرب يقال وقتها كان هو سمح بل أمر أن تكون المغرب أرضا مفتوحة للسلاح الجزائري لدعم الثورة برغم عدم رضا الفرنسيس على ذلك، إلا أن الرجل في خطاب مشهور في 57 قال أنا سأقف مع الثورة الجزائرية كمجاهد وليس فقط كمؤيد. حدثنا قليلا عن هذه النماذج من الدعم المغربي للثورة الجزائرية. نعم،
الملك محمد الخامس كان له موقف واضح منذ يعني استقلال المغرب يعني في 2 مارس 1956، وكان هو تأييد الشعب الجزائري في عمله من أجل ونضاله وجهاده من أجل التحرر والاستقلال. كذلك كان موقف حزب استقلال يذهب في هذا الاتجاه، فعلا الفاسي وعبد الكريم الخطابي وشخصيات أخرى ساهمت في مكتب تحرير المغرب العربي بالقاهرة، وكذلك مقاتلون مغاربة شاركوا في تأسيس ما كان يسميه في الأول جيش تحرير المغرب العربي، وهناك من شارك في القتال من أجل تحرير الجزائر كالهاشمي الطود الذي غادرنا فقط منذ سنة أو سنتين، أي عاش عمرا طويلا. وكذلك الشعب المغربي حتى ولو كانت هناك خلافات في الموقف هل نذهب إلى هذا الحد أو إلى الآخر، حتى أن الفرنسيين قاموا بعملية تحاول فصل المغرب عن الجزائر، وهي عملية انتفاضة العامل الراشدية أو قصر السوق القريبة من الجزائر في جنوب الشرق المغربي، وقامت حركة انتفاضة ضد الحكومة المركزية التي كان يديرها حزب الاستقلال ومحمد الخامس، وبتمويل وبتسليح من الجزائريين من الفرنسيين الجيش الفرنسي وعبر قيادته بمدينة فاس. ولكن يعني الحكومة تحكمت في هذه الانتفاضة المسلحة ضد الرباط وهزمتها، وكذلك جيش التحرير المغربي لم يضع السلاح، بل إن جزء منه بعد استقلال المغرب توجه إلى الجنوب وإلى الجنوب الشرقي، ومن هؤلاء القادة من كانوا من أصل فيقيق، وفيقيق توجد على القريبة جدا من الحدود الجزائرية بضعة مئات من الأمطار فقط، وعلى رأسهم قائد جيش التحرير المغربي الفقيه البشير الفيقيقي، وهو نسبة إلى مدينة فيقيق أو فجيج بالعربية القريبة من الحدود الجزائرية. إذن هذا الدور كذلك التمويل وكذلك أعطاء السلاح، ومحمد الخامس وقالها عنوة لما استقبل قيادة الثورة الجزائرية بأنه لن يؤيدهم فقط بالمال أو بالكلام ولكن كذلك بالسلاح، وكان هذا خطير على نظامه، حتى أن الجيش الفرنسي أنا شخصيا عثرت على هذا في نونت في مركز الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، بأن الفرنسيين كانوا قد حضروا لعملية ضد المغرب في حال ما إذا وصل السيل والزبا في حالة يعني تدخل المغرب في المساعدة العسكرية والدبلوماسية للجزائريين، بل إن طائرة التي كانت تقود يعني القيادة الجزائرية ابتداء من المغرب إلى اجتماع ثلاثي لمساعدة الثورة الجزائرية كان سيعقد في تونس، وحملت طائرة مغربية بألوان مغربية الثورة يعني قيادة الثورة الجزائرية، وقام الجيش الفرنسي باختطاف، وكان هذا من أول اختطافات للطائرات المدنية. فيعني دخل محمد الخامس في غضب كبير وقال للفرنسيين أنا أعطيكم الأمير ولي العهد الحسن يعني الذي سيصبح الحسن الثاني لقاء تحريركم لقيادة الثورة الجزائرية، وكان من بينهم طبعا بن بلة وأيت حمد ومصطفى الشرفي وبو الضياف أظن. يعني كان 5 أو 4 من القياديين مهمين في هما الذين سيصبحون قيادة تاريخية للثورة الجزائرية. طبعا فرنسا انتقمت بحيث سحبت في سنة 56 كثير من التقنيين المغاربة الفرنسيين ومن الإداريين، لأن المغرب كان عنده يعني ضعيف جدا على مستوى تكوين أطر، بحيث كل ما كان موجود في المغرب هو حوالي 500 حاصلين على الثانوية العامة. يعني وكان هذا ضغط كبير، وكذلك خفض يعني المساهمة المالية للميزانية الفرنسية في الميزانية المغربية. ومع رغم ذلك قامت ثورة حقيقية في مدينة مكناس لما اختطفت يعني طائرة ثوار جزائريين ومع واضح الناس في الغضب الشعبي، كان هذا دعم كبير، وهذا أعطى فكرة لدخول ما سيصير السلطة بأن الحل الوحيد هو استقلال الجزائر، وإلا فإنه سيبقى في صراع مع كل المغارب
ربما لعشرات السنين. جميل، ابقى معي أستاذ المنجب سأعود إليك. هناك نقطة أستاذ العربي، أحمد المستيري في مذكراته وهو زعيم تونسي معروف اشتغل مع بورقيبة ثم تخاصم مع بورقيبة وما زال حي إلى حد الآن، يتحدث عن الثورة الجزائرية لأنها الثورة الوحيدة التي استعملت فيها القوة والسلاح ضد المستعمر الفرنسي ولم حتى يخرجوه، ولم يقع استعمال المفاوضات كما حصل مع المغرب وما حصل مع تونس. بالنسبة إليه أو بالنسبة لبعض حتى السياسيين الجزائريين رحات عباس وغيره أن هذا كان خطأ، رفع السلاح بهذا الشكل في وجه فرنسا كان خطأ. وأنت أشرت قبل قليل أن بعض الناس لما انطلقت الثورة قالوا هذا جنون، هذا انتحار، فكانوا يقولون أن التفاوض كان أسلم وأسرع وأقل كلفة كذلك. رفع السلاح 7 سنوات ونصف باش حصلت الجزائر على، هل لهذا الرأي وجهها في تلك الفترة؟ بالنسبة للمغرب وتونس هذا كان مفهوم، كانت هناك مقاومة محدودة بدأت 52-53 في كلا البلدين تونس والمغرب، حتى أن الجزائريين كانوا مختاضين أن كيف تبدأ مقاومة في تونس والمغرب ونحن نتأخر. ما لا يفهمه من يقول هذا الرأي هو أن احتلال الفرنسي لتونس والمغرب كان احتلال اقتصادي، كان احتلال حتى سمي بالحماية، حماية في البداية صحيح، بينما الجزائر أصبحت جزء استعمار استيطاني، جزء لا يتجزأ من فرنسا ابتداء 1848 في الدستور الذي الدستور الفرنسي ل 1848 بعد 18 سنة من دخولها للجزائر. من دخولها 18 سنة شنت فيها عمليات قتل وتدمير ومذابح، وحتى أن أول مرة يستخدم السلاح الكيميائي استخدم ضد مدينة الأغواط اللي أنا أصيل منها في 1852 في ديسمبر 1852 لأول مرة في تاريخ البشرية يستخدم السلاح الكيميائي. وإذا كانت إيطاليا استخدمت القنبلة الجوية أول مرة في ليبيا في 1912 فإن الفرنسيين استخدموا أول مرة السلاح الكيميائي في 1852، واستخدموا أول خطف لطائرة ذكرنا بها الأخ الفاضل من المغرب طائرة مدنية في 1956. إذن الرد الجزائري كان رد على استعمار استيطاني، كانوا يريدون أن يجعلوا من الجزائر أستراليا أخرى أو أمريكا الشمالية أخرى بحيث يقضون على الأهالي نهائيا ويصبح استيطان للبيض. حتى البعض يقول الأندلس، قلت يا ليتهم كان يحدث ما يحدث للأندلس، كان أبشع أبشع من ذلك، كان يريدون بالفعل أن تكون نيوزيلندا أستراليا أو أمريكا الشمالية أخرى. يعني طبيعة الاستعمار طبيعة مختلفة تماماً. عن تونس وعن الجزائر، وبالتالي طبيعة مقاومته لابد أن مختلفة. رد الفعل الجزائري كان موازي للطبيعة البشعة للاستعمار الفرنسي. هذه واحد. الأمر الثاني، الجزائريين ظلوا يتفاوضون مع الفرنسيين أو يطالبون بالتفاوض منذ أن أوقفوا العمل المسلح. الجزائريين توقف العمل المسلح نهائيا في 1916، أي أنهم ظلوا 86 سنة وهم يحملون السلاح بشكل أو بآخر، يثورون بشكل أو بآخر، ينتفضون هنا وهناك. كان انتفاضة الأمير عبد القادر، كان انتفاضة أحمد باي، انتفاضة الزعاتشة، انتفاضة الحداد، انتفاضة بوعمامة، انتفاضة فاطمة سومر، انتفاضات لم تتوقف لم تتوقف توقفت في 1916، أعتقد كانت آخر انتفاضة توارق. وهذا أيضا يوري لك أن الجزائريين توارق يعني في أقصى الجنوب لم يقبلوا بالاستعمار الفرنسي. ما بين 1916 و1954 حوالي 40 سنة كانت كلها كثير منها مطالبات، إذا استثنينا مصالي الحاج وحزب الشعب. واللي كان قبل حزب الشعب كان اسمه نجم شمال إفريقيا بالمناسبة، حتى نربط الرباط، وكان فيها توانسة ومغاربة وكان على أساس بناء إفريقيا الشمالية، بناء المغرب الكبير. كل هذا حاوله الجزائريين. عباس فرحات حاول وذهب إلى حد إنكار وجود الجزائر، وقال أنه بحث في التاريخ وتحدث إلى المقابر ولم يجد شيء اسمه الجزائر. حتى وهو ينكر هذا برغم أنه كان زعيم وطني، حتى وهو ينكر هذا لم تقبل منه فرنسا. كل هذا خلى الجزائريين في نهاية المطاف بعد 45 وبعد مقتل الألاف بطريقة بشعة
وبعد تزوير الانتخابات وبعد نعم. كل شيء اللي كان يحدث أن طريق الحل الوحيد هو ذلك. نعم. لكن أسئلتك اللي طرحتها على موضوع الحقيقة الدور التونسي والليبي والمغربي أقول بسرعة يعني. مهما تحدثنا وأنا باعتباري جزائري نعم. وقد عايشت ذكرنا بعض المواجهين ببعض نعم. الأسماء المشيرقي نعم. وماضي أنا أعرفهم شخصيا يعني وحضرت لوفاة ماضي في 1994 في طرابلس رحمه الله. يوسف ماضي كان يرأس لجنة الدعم الشعب الجزائري، كان تاجر كبير غني وجمع حوله كل تجار ليبيا برغم أن ليبيا كانت فقيرة يومها. نعم. لم يبقى شخص في ليبيا تقريبا لم يتبرع ولو بدينار. نعم. أما تونس وفي ليبيا كان الملك والشعب ككل الجميع. في تونس شيء مختلف. نعم. تونس قاتلوا مع الجزائريين لما أنت تفضلت أيضا ذكرتنا أنه نعم. لما بورقيبة مشى في الاتجاه أنت التفاوضي مع الفرنسيين فإن بن يوسف صالح بن يوسف نعم. رفضوا ذلك وانضم مئات من الفلاقة بين بورقيبة كان يسمى فيهم فلاقة وهو نوع من أنواع الاستهجان يعني. استهجان والفرنسيين استخدموا هذا على الجزائريين اسم الفلاقة أيضا الطليان استخدموا على الليبيين بالضبط والخارجين على القانون الإرهابيون إلى آخره ولما كان المئات من التوانسة اللي استشهدوا على يد الفرنسيين وأحيانا على يد بورقيبة في تونس بكل أسف ناهيك على الذين سجنوا في المغرب في الحقيقة كان هناك أيضا موقف الشعب المغربي كبير جدا بالمناسبة في تونس لم يكن فقط مقر الحكومة المؤقتة ابتداء من 58 واللي بقت هناك ولكن كان أيضا الجيش الحدود هناك صحيح واحد من الجيش الأساسي ثم الجيش الحدود الثاني كان في المغرب في المغرب صحيح كان في المغرب كانت مصانع القنابل تتم في المغرب كان التدريب الرئيسي يتم في المغرب كان محمد الخامس موقفه جميل جدا واللي أجمل من موقف محمد الخامس هو عبد الكريم الخطابي صحيح عبد الكريم الخطابي الذي كان لاجئا في مصر ظل يصر بما له من كاريزما عند الشعب المغربي ونحن نعرف أنه هو الزعيم الجمهورية الريف الذي هزم الجيش الإسباني والفرنسي في تلك الهزيمة النكرة اللي تلقاوها لولا أنهم استخدموا في مبادئ السلاح الكيميائي أيضا كان عبد الكريم الخطابي يقول للمغاربة ثورة الجزائر ثورتكم وانضم آلاف من المغاربة إلى الثورة الجزائرية نفس الكلام كان يردده حتى محمد الخامس أنه ثورة الجزائرية ثورة المغاربة كذلك صحيح. وأنه المغاربة والجزائريون في الأرض المغربية لا يجب التفريق بينهم كانت هذه خطاباته خاصة آخر خطاب هذا كان في وجدة على الحدود كانت في كل هذه الرسائل كما قال الأستاذ منجب حتى الفرنسيين اغتاظوا لم يكنوا يتوقعوا جداً. من الرجل بعد ما نفوه بعد سنة ونص أعادوه أن يكون له هذا الموقف هم أعادوه أصلا يعني. كاعتقادا منهم نعم. هم أعادوه في 2055 اعتقادا منهم من أنه سيفسد العلاقة ما بين ثوار المغاربة المقاومة المغاربة والثورة الجزائرية فإذا نعم. به هو يمضي صحيح الحسن الثاني فيما بعد سيلعب بعض الأدوار البائسة بكل أسف لكن محمد الخامس حقيقة وعند الجزائريين نعم. حتى أن أحد أهم شوارع الجزائر العاصمة يسمى محمد الخامس بالمناسبة يعني. نعم حتى في تونس نفس العملية أحد أهم شوارع العاصمة اسمه محمد الخامس طيب الآن نستسمحكم ضيوف الكرام إلى فاصل قصير ثم نعود مشاهد الكرام لنواصل هذا الحديث لكن ننتقل من التاريخ إلى الواقع فاصل ونعود تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام إذن نحن في هذه التغطية بمناسبة الذكرى 64 لاستقلال الجزائر كنا نتحدث عن المساهمة المغاربية في من تونس من الجزائر من ليبيا لدعم الثورة الجزائرية وهذا التفاعل الذي كان واضح ليس فيه أي اعتبار لا لقوة المستعمر الفرنسي ولا لهذه الحدود التي رسمها وعمقها المستعمر الفرنسي المغاربة قاتلوا وقتلوا وشهدوا واستشهدوا في الجزائر توانسة كذلك وبالعكس كذلك فواضح أنه التاريخ أثبت أن هذه المنطقة برغم الاستعمار وقوة الاستعمار لم ينجح في تفتيت هذه المنطقة لكن مع كل أسف ربما من خلف المستعمر في هذه الديار بعد الجيل الأول دعنا نقول أو عدد منهم بعد رحيله يبدو أن الأمر ساء في علاقة هذه الدول مع بعضها البعض كانت الأمنية
من رفع السلاح ضد فرنسا والشعب المغاربي أنه ننتهي من فرنسا، ثم الخطوة الموالية هي مشروع وحدة مغاربية، دولة واحدة، ويقع التوافق بشكل ما أيا كان طبيعته، فيدرالي مش فيدرالي، المهم أن يكون هناك. لكن هذا الحلم لم يتحقق، حاولوا تكوين هيئة شكل سموه اتحاد المغرب العربي، لكن مع كل أسف بقي اسما بدون مسمى، اسم فارغ. عادل الحامدي، يعني حبينا نتحدث شوي في هذه العلاقة المضطربة بين القيادة السياسية لهذه الدول المغاربية، ودائما نتحدث على الدول الأربع أساسا، يعني لماذا؟ ما الذي جعل هذه العلاقات مضطربة بهذا الشكل؟ ما الذي جعل القيادات العسكرية هذه تنكص عن وعودها، ودعنا نقول كذلك لا تلبي آمال الشعوب المغاربية؟ طبعا لابد من الإشارة أولا إلى أن هذا ليس هو وليد اللحظة. عمليا منذ أيام الاستعمار الفرنسي أو الإيطالي لليبيا والفرنسي للدول الثلاث، كانت هنالك محاولات أيضا من الاستعمار الفرنسي لجلب بعض الأطراف التي كانت تعمل لصالح الفرنسيين. كان هنالك ما يسمى بالحركة في الجزائر، كان هنالك عملاء فرنسا في المغرب وفي تونس، وكان هناك قريبين من إيطاليا موجودين في ليبيا، حتى أن هيئة العدالة والكرامة في تونس كانت قد كشفت وثائق عن الاستقلال، وقالت بأنه استقلال منقوص. نعم. وأن كثير من الـ من الـ من الـ من المواد التي تم توقيعها الاستقلال مع فرنسا لم تعلن للعامة، وأن صحيح. الذين خلفوا الاستعمار الفرنسي جزء منهم كان ربما باتفاق مع الاستعمار. ولذلك لاحظت أنه منذ استقلال هذه الدول أو الاستقلال الذاتي لهذه الدول بدأت تتغير من معركة تحرير البلاد من الاستعمار إلى معركة البناء، وتحت معركة البناء تم استهداف أو بناء ما يسمى بدولة الحزب الواحد، دولة الرأي الواحد، دولة الشخص الواحد إذا جاز التعبير. ولم يتمكن المغاربيون من ترجمة نضالاتهم ودماءهم التي كانت دماء واحدة سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب أو في ليبيا، لم يتمكن من ترجمتها إلى مشروع سياسي موحد. لذلك بدأت الحسابات السياسية بعدها، وبدأت أيضا هذه الاتفاقات الموقعة سواء وثيقة الاستقلال التونسية أو وثيقة الاستقلال المغربية وفيما بعد وثيقة الاستقلال الجزائرية، وكيفية اختيار قيادات الجزائر بعد عام 62 بدأت تؤثر حقيقة في صياغة واقع ومستقبل المنطقة. وظهرت الخلافات البينية بين هذه الدول، وهو ما يسمى أو ما يسميه المرحوم عبد الجابر الله يرحمه بصراع الغنائم. بدأت صراع الغنائم الغنيمة. نعم. ليس فقط صحيح. الغنيمة فيما يتصل بهذه الدول فيما بينها، وإنما حتى كل داخل كل دولة، وسالت دماء كثيرة في هذه الدول من أجل الوصول إلى السلطة والتحكم في القرار. ثم أيضا وهذا هو المهم، كيفية التواصل مع المستعمر الأول صاحب القرار في هذه الدول. منذ خروجه كانت هنالك صراع وتنافس من يكون له يعني السبق على العلاقة مع المستعمر، تواصل مع المستعمر القديم بمعنى كيفية إعادته من الشباك، يعني ممكن تقول هذا جزء من هذا. بس أن السياسة العربي يعرف أنه كان الناس يقولون بأنه فرنسا ما زالت تحكم الجزائر إلى يوم الناس هذا، وتحكمها عبر أدواتها. وأيضا هيئة الحقيقة والكرامة في تونس كانوا يقولون بأنه وثائق الاستقلال التي تم توقيعها بين التونسيين والفرنسيين جزء منها لم يكن معروفا للتونسيين، وتم الكشف عنها فقط. نعم. بعد الثورة. وبالتالي ما زالت فرنسا، حتى أن بعض الناس الآن يتحدثون عنه صاحب القرار في 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 تونس ليس هو 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 القصر او الرئيس او غير ذلك، وانما هو السفير الفرنسي الموجود في تونس للاسف. يعني هو شيء مبالغه هذا، يعني ان نقول صاحب القرار السفير الفرنسي شيء من الشعبويه هذه، لكن ربما يعني يشارك يعني يعطي راي ليس يعطي راي، وانما لا ليست شعبويه، وانما لو لم يكن له تاثير في اتخاذ القرار. يعني السفير الفرنسي هو الذي يقرر في مصير تونس، هو الذي يستطيع ان يعني يعني هو يلمح هكذا والناس تفهموا حده، يعني وهذوك اللي يفهموا عارفين ان ان في خطوطهم الخروج على الخط نتاع الفرنسيين مش بسيط. مره قالها الرئيس
الرئيس التونسي معروفه بأخطائه يعني آخرها هذا متاع ضربة الإرهاب، أنه قال المعلم الكبير ما لا يريد، هذا بعد الثورة هذا المقصود. فبقى الكل يسأل من هذا المعلم الكبير يعني الذي ينتظر رئيس الجمهورية إذنه. هذه العلاقة المتوترة عبد الله بين قادة هذه المنطقة، هل أثرت على علاقة الشعوب بعضها؟ لا بالطبع لم تؤثر على علاقة الشعوب. العلاقة بين الشعوب المغاربية علاقة تاريخية، والزعماء المغاربة خاصة في الجزائر والمغرب لم يغب عن ذهنهم وعن تفكيرهم وحدة هذه المنطقة. في أدبياتهم وفي بياناتهم الأولى يؤكدون على وحدة الشمال الأفريقي ووحدة الشعوب المغاربية، وبالتالي هذه الخلافات السياسية لم تؤثر وما زالت الشعوب مترابطة. أنا تذكرت موقف مهم جدا وهو يربط بين ليبيا وتونس والجزائر، وفي إطار الثورة الجزائرية سجله المؤرخ الليبي الدكتور محمد المفتي. قال وفد صحفي ليبي، من بين هذا الوفد كان صحفي اسمه محمد يونس نجم، وكان حتى وزير في حكومة البكوش في العهد الملكي، قال قررنا أن نذهب إلى الجزائر للقاء بقادة بعض قادة الثورة الجزائرية والاطلاع على الثورة وعن هذا النضال عن كثب. فعبرنا عن طريق تونس، قال وحضرنا مؤتمر صحفي لبرقيبة، وكان يتحدث برقيبة عن إمكانية تصدير النفط من حاسي مسعود عبر مطار بن زرت. فقال أنا قلت له ميناء بن زرت، فقلت له عرض هذا الأمر على ليبيا ورفضنا، خوفا من أنه يشكل اعتراف ضمني بأن الجزائر فرنسية. الثورة كانت تتفاعل أنذاك ما زال الاستقلال. فقال حصرت مشادة بيني وبين برقيبة، أنت بتعلمني الوطنية. المهم قال تركناه وذهبنا إلى مدينة الكاف، ومن مدينة الكاف نقلونا إلى داخل الجزائر والمعسكر القريب من الحدود، كانت هناك معسكرات قريبة من الحدود، والتقوا بأحد قائد في الثورة اسمه أبو منجل. بومنجل. وقال المعسكر اللي قعدنا فيه، قال يقوده القائد نتاع المعسكر ضابط شاب اسمه عبد العزيز بوتفليقة في ذلك الوقت. أعود إلى سؤالك. الرئيس الحالي طبعا. الرئيس الحالي. يعني منذ ذلك الوقت يعني وهو اسم معروف. وكان موجود بوتفليقة طبعا في الحالات سواء في الجزائر ثم بعد ذلك لمدة طويلة وزير الخارجية. إذن العلاقة بين الشعوب المغاربية علاقة وطيدة وعلاقة تاريخية. عندما نعود إلى التاريخ الليبي على سبيل المثال، في النضال ضد الإيطاليين هناك جزائريون قاتلوا مع الليبيين، وأنا متأكد لو أننا قلبنا صفحات التاريخ الجزائري وبحثنا عن التفاصيل الدقيقة سنجد ليبيون يقاتلون في الجزائر. إذن اختلطت دماء شعوب هذه المنطقة في نضالها من التحرر ضد الاستعمار. ما زال اليوم هذا الشعور موجود مسيطر على شعوب المنطقة؟ لا أنا أعتقد أنهم إخوة، أنهم أشقاء. ما أنا أعتقد أنه تراجع قليلا بسبب الخلافات السياسية. يعني أتذكر أن الخلافات السياسية التي كانت تطرأ بين الحين والآخر بين القذافي وبرقيبة بسبب جنون القذافي ويعني شطحاته الغريبة، بالضبط، وشطحاته الغريبة، يتفاعل بعض الشعب، يتفاعل على الجانبين، ويبدأ التلاسن وتبدأ المشادات تظهر النعرة الإقليمية والنعرة الجهوية إن جاز التعبير. التأثير السياسي موجود، ولكنه لا يمكن مهما اشتدت الخلافات السياسية أن تقضي على هذه الخلافات. طيب أو تقطع هذه العلاقات. قبل أن أعود لك أستاذ محمد أذهب إلى المغرب، الأستاذ معطي المنجب. أستاذ معطي، بتقديرك ما هي العوامل التي حالت دون تحقيق هذا حلم الوحدة المغاربية؟ هو هذا ليس حال المغرب الكبير أو شمال أفريقيا وحدها. هل حدثت أي وحدة في أفريقيا أو آسيا في 50 سنة التي تلت مثلا الاستعمار أو غياب ذهاب الاستعمار؟ هذه يعني كيف نقول، يعني هذا ليس متغير يعني عالمي معروف عند الأنظمة غير الديمقراطية، لا بد وأن يكون لها على الأقل نوع من التوتر أو من التوتر الممكن تحكم فيه، يعني توتر متوسط القوة مع الجيران، لأنهم لا
معارضة حتى لا تكون لهم معارضة في الداخل أو حتى يتحكموا في المعارضة في الداخل، لا بد أن يكون هناك عدو على الحدود، وهذا ما وقع بين الدول المغاربية لمدة عشرات السنين. بينما الحرب مثلا وحتى التوتر قليل جدا بين الأنظمة الديمقراطية، لأن الأنظمة الديمقراطية تخدم مصلحة الشعب، والشعب هو من يتحكم فيها عبر الانتخاب وعبر المظاهرة إلى آخره، فخدمة مصالح الشعب هي أن تخدم كذلك وبتعاون مع الشعب الجار، والشعوب الجارة تكون في الغالب متقاربة ثقافيا. ورغم ما كل ما قال من تحاليل وهي حقيقية أن هذه الخلافات السياسية أدت كذلك أحيانا إلى تنابز بين الشعوب، ولكن لما نرى مثلا ملاعب كرة القدم في المغرب وملاعب كرة القدم في الجزائر نرى أن هناك تعاطف كبير بين الشعبين إلى حد الآن، رغم كل ما فعله يعني هذا الحاكم أو ذاك، حتى لا تبقى الأمور على ما يرام بين الشعبين وبين الدولتين. والمشكلة أستاذ منجب ليس فقط ما فعله هذا الحاكم أو ذاك الحاكم، المشكلة أن هناك انخراط لطبقة مثقفة، لو أخذنا على سبيل المثال العلاقة المغربية الجزائرية، انخراط لبعض المثقفين لبعض الإعلاميين في هذه الحرب التي تمزق ولا تقرب. يعني نعم أنا متفق معك، هذا كذلك لا يحدث في المغارب وحدها، لأن هناك ما يسمى ظاهرة معروفة عند علماء السياسة وعند علماء التاريخ السياسي، وهو ما يسمى بقومية الدولة أو الناسيوناليزم ديتا. أن أنت لما تصير لديك دولة وتركيبة ويعني وعلم وجيش وطني إلى آخره، هذا يؤدي إلى تضخيم قومية تلك الدولة وتلك البلاد وذلك الشعب. فلما توجد، ولهذا مثلا ما يحدث الآن في فلسطين بين غزة والضفة الغربية صعب جدا، وقد يكون لديه نتائج وخيمة في المستقبل، هذا معروف. وكذلك سياسات يعني هذه الدول مع الأسف لم تكن حكيمة، ففضلوا السياسي على الاقتصادي، أي استغلال سياسي للعداوة مع الجار حتى يبقى الشعب ملتف حول الحكم، أو على الأقل كل 5 أو 10 سنوات يعني نحرق قضية مع الجار، عوض أن يفكروا على المستوى البعيد وهو بناء اقتصاد وحدوي. رغم أن الجزائر والمغرب مثلا يفقدون حوالي 3% من يعني الدخل الخام ومن النمو كل سنة بسبب هذا الانقطاع شبه التام على مستوى العلاقات الاقتصادية. صحيح صحيح. سأعود إليك أستاذ المعطي المنجب. أستاذ عبد الله العربي، نفس السؤال نحن نريد أن نفهم طبعا أسباب هذا الواقع المتردي الآن، تلك الآمال الكبيرة التي كانت معلقة والتي أثبتت الشعوب المغاربية وحتى القادة، دعنا نقول مع بعض الملاحظات، أنهم كانوا يرغبون في هذا التآلف في هذه الوحدة بشكل ما، ليس انصهارا لكن بشكل ما، لكن حتى هذا الشكل ما لم يتحقق. هل هو أنانية؟ هل هو ماذا بالضبط؟ يعني هو مجموعة أشياء يطول الحديث فيها، لن يسمح وقتك حتى أسترسل، لكن دعني أحاول أنضعها لك في رؤوس أقلام. ذكرنا الأخ بنقطة مهمة وهي هذا ما يعرف بالناسيوناليزم، هذا القومية الوطنية، أو عندما قامت ليتا ناسيون في فرنسا بعد الثورة الفرنسية وانتشرت في أوروبا ما يعرف بالدولة الأمة، كان ذلك إحدى الحلول للأوروبيين لتنتهي الصراعات بين الملوك وبين الطوائف، لأن هناك أمم أوروبا، نحن نعيش هنا أعراق مختلفة. صحيح. نعم، هنا في بريطانيا يقولون أنهم 4 أمم، يعني الأمة الاسكتلندية، الأمة الإيرلندية، الأمة الويلشية والإنجليز. جمعتهم دولة. العكس، نحن العكس، نحن أمة واحدة. فرقونا وقسمونا إلى دول. دعنا ننسى المشرق العربي في الوقت الراهن، ننظر للشمال الإفريقي. شمال الإفريقي، خلنا ننظر من الحدود من السلوم تقريبا أو إلى نواقشوط وإلى نواديبو وإلى طنجة إلى آخره. هذه المنطقة لأنها أكثر من 100 مليون، تشترك في كل شيء، تشترك في أمازيغيتها، تشترك في عروبتها، تشترك في دينها، بل تشترك حتى في المذهب المالكي والمذهب العقدي الأشعري والمذهب العقدي. نعم، تشترك في التاريخ. صحيح. تشترك في الجغرافيا، ليس هناك شيء يفصلها. حتى المستعمر كان واحدا. ما فيش موانئ طبيعية.
هذه لما جاء الاستعمار يخرج وفكر بما أنه بأن حركة التاريخ هزمته هزيمة النكراء، فنظر خاصة الثعلب ديغول كيف يبقي على هذه المنطقة تحت الاستعمار الفرنسي والنفوذ الفرنسي، ولكن بدل أن يكون بجنود فرنسيين وبأموال فرنسية ستكون بالجنود المحليين. بمعنى أن في نهاية المطاف أقاموا دول وحكومات وأنظمة وأعلام و في لكي تكون في خدمتهم وليس في خدمة الشعب وهذه الشعوب المنتشرة، وهو أقل كلفة من الاستعمار المباشر حتى، وأقل كلفة من الاستعمار المباشر. نعم. يبدو أنه من المهم وأنت قريب من هذا أنه تشير إلى ضرورة إعادة النظر في ما يسبب الاستقلال. هل حقيقة هذه النقطة، لأن النقطة الاستقلال مطروحة كثيرا، مسألة إعادة النظر في الاستقلال وهل الاستقلال حقيقي تام أم لا. بالضبط، الاستقلال في نهاية المطاف نعم هو استقلال للأرض إجمالا، لأن حتى الأرض سنجد فيما بعد أنها لم تكن مستقلة تماما، يعني الآن الأجواء نتاعنا ليست مستقلة تماما، لكن كانت لعبة كبرى دخل فيها الاستعمار، وبعض الحكومات أو الأشخاص اللي نسميهم كانوا يريدون السلطة تحت أي ثمن. بورقيبة في تونس، يعني الذي يعرف تفاصيل كيف تم الاستقلال التونسي الذاتي والذاتي نعم، ثم الانتقال إلى لعبة في الثورة الجزائرية دور مباشر لنقله من الذاتي إلى الاستقلال التام. لكن بورقيبة كان يتعامل مع الفرنسيين لكي يكون الحامي أو الوكيل للمصالح الفرنسية داخل تونس، ووصل به الحد إلى حد اغتيال أحد كبار القادة وهو صالح بن يوسف. في المغرب، في حين أن محمد الخامس كان له دور هائل وفهم هائل لعلاقة الشعب الجزائري المغربي على المنطقة الشمال أفريقيا كل، لكن الحسن الثاني لم يكن له نفس المنظور، بل أن ابتداءً بعد أقل من سنة أو في حدود سنة من استقلال الجزائر تحرك الحسن الثاني لكي يغزو الجزائر على أساس أن هناك أراضي مغربية تندوف بشار، قد يكون هناك وأيضا في الشمال حتى قد يكون هناك نقاش حول هذا الموضوع، قد يكون هناك نقاش وقد تكون هناك آراء كيف كانت الخرائط قبل الاستعمار، هل بالفعل فرنسا هي التي وسعت ذلك. لكن دائما كانت الإجابة أن هذا ممكن حله بالنقاشات. تعرف أن ما قدم عليه الحسن الثاني أنه شكلنا أزمة كبرى في الجزائر، تعرف كيف؟ في تلك الفترة في سبتمبر 63 حبي عندما بدأت حرب الرمال، كان هناك كبار قادة الثورة الجزائرية يواجهون الطغيان الذي جاء باسم جماعة وجدة، أي بن بلة الذي جاء على الدباب جيش الحدود، كانوا يواجهونه، وكان الشعب الجزائري يريد هذه المواجهة، وعلى الأقل إذا كان لا يريدها مسلحة فلم يكن مع هذا الطرف نهائيا ومع ذاك الطرف. لكن عندما قال بن بلة كلمة شهيرة حقرونا المغاربة، الجميع توجه بسلاحه، كل المتخاصمين في الجزائر توجهوا بسلاحهم إلى الحدود. وبن بلة في تلك اللحظة تنفس الصعداء، لأنه حول المعركة إلى العدو الخارجي الذي أصبح المغرب. وكيف يصبح المغرب عدو خارجي ونحن ثورتنا أساسا كانت ركائزها الرئيسية في تونس وفي المغرب، وأيضا تذكر لعبد الناصر برغم أنه طاغية وأنا من الذين لا يحبونه، لكن إنصافا للرجل أنه في موقف الثورة الجزائرية كان له موقف قوي وحاول السلاح كان يأتي صحيح مرات كانت حساباته خاصة، لكن إجمالا لعب دورا مهما. إذا فهي مشكلة الحدود هذه الجزائرية لم تكن بس مع المغرب، حتى تونس كانت عندها مشكل مع الجزائر، وحتى كان عندها مشكل مع ليبيا كذلك. في نهاية الأمر بورقيبة راح المحكمة الأمم المتحدة وفصلت صحيح. لكن هل تعرف الآن ما دام ذكرت هذه النقطة، تعرف هل تعرف الآن أن البلد الوحيد الذي رفض أن يرسم الحدود مع الجزائر هو القذافي؟ ولحد الآن الحدود الجزائرية الليبية غير معترف بها رسميا، لأن مصطفى بن حليم وجاء الحديث عنه في البداية رئيس الحكومة آنذاك قال بالنسبة إليه كانت عندما كان يرسم في الحدود ما بين ليبيا وفرنسا الاستعمارية كان يرى أن هذه القطعة للجزائر أو هذه القطعة لليبيا، هو يرى أنها لشعب واحد ولأمة واحدة، ولكن للأسف طبيعة الحال الأنظمة التي جاءت لكن لا يمكن ننكر طبعا لا يمكن أن ننكر أن هذه الخلافات السياسية لها تأثير حتى على شعوب المنطقة. يعني شوف لا الشعوب يعني بمعنى ردت الفعل لا أنت لما تقرأ في بعض الصحف هنا
وهنا هنا شيء النبرة حادة وتخوينية لشعب الآخر، بمعنى أنه بعض هؤلاء الحكام الذين نجحوا في السيطرة على الحكم لذواتهم نجحوا كذلك في دق هذا النوع من الإسفين، دعنا نقول، بين طائفة أو شريحة معينة من شوف الشعب. لو تروح لتونس تجد أن هناك من استخدم بعض النخب لمهاجمة الجنوب التونسي، هما كلهم توانسة، بل وجدنا الرئيس اعتبرهم سبسي، يعني اعتبرهم مش قال عليهم حتى فلاقة أو قال عليهم في لما كانت الانتخابات في 2014 على ما أذكر أو 2013. لو تروح للمغرب تجد أن ما هناك من يهاجم اليوم من المغاربة التابعين للمخزن يهاجم الريف ويهاجم الشمال المغربي. لو تروح للجزائر تجد أن هناك من يهاجم الجنوب الجزائري من النخب الجزائرية. نعم. إذن هذه نخب في الحقيقة مرتبطة بالحاكم وليست معبرة عن الشعوب. الشعوب كل الشعوب المغاربية ترى نفسها في الشعب الآخر، وترى أن الحدود حدود استعمارية، وترى أن الحدود يجب أن تهدم، لكن النخب المرتبطة بأنظمة استبدادية طغيانية كلها بلا استثناء تجد أن من مصلحتها أن تخلق العداوات. الجزائر فينا يخلق عداوات ما بين العربي والقبيل، نعم، في تونس ما بين الشمال والجنوب، في المغرب ما بين الريف وغيره، وفي ليبيا حتى في ليبيا الآن ما بين بنغازي وطرابلس إلى آخر. هذه نخب مرتزقة وليست ممثلة لرأي الشعب، إنما تابعة لحاكم هو أصلا تابع للقوى الكبرى. كان ربما هو أشار الضيف ده تبع المغرب الزميل السيل المنجي أشار إلى أنه غياب النظام الديمقراطي في هذه المنطقة وغياب الحريات التي تمكن الشعوب من اختيار قياداتها بشفافية هو الذي حال دون وجود وحدة حقيقية أو ربما على الأقل علاقات طبيعية بين دول المنطقة. ولذلك تلاحظ أن اختلاف الأنظمة السياسية عندنا والتنافس كما قال سيد العربي على الوصول للاستعمار وعلى التمسك بالغنيمة وبالرأي الواحد هو الذي حال دون أن تكون هذه الأنظمة ممثل شعب. وإلا لو زرت مثلا أنت الجزائر أو تونس وكان نشاط مثلا حول الثورة الجزائرية وحول تاريخ الثورة الجزائرية في مواجهة المستعمر أو حول دعم القضية الفلسطينية مثلا أو حول دعم الثورة الليبية في مواجهة مثلا هذا الاستعمار الفرنسي أو القوات الفرنسية الغازية، بالتأكيد الشعوب هي شعوب واحدة ودينها دين واحد ومذهبها مذهب واحد وحلمها حلم واحد. بل أنا أذهب إلى المغرب أو إلى الجزائر وكأني أعيش في تونس أو حتى في ليبيا. الآن إلى فاصل ثم نعود لنتحدث عن دور الشعوب، لأن الشعوب بعد ثورة الربيع العربي لابد أن تفتك مصيرها وتحدد هي مصيرها، وأنه أن الحاكم ذاك الذي يعرف كل شيء ويحدد كل شيء يبدو أنه زمنه يعني أزل أو قارب على الأفول. سنتحدث هذه النقطة لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنواصل ما تبقى من هذه التغذية. تفضلوا بالبقاء معنا. إذن مشاهدينا الكرام نعود لنواصل هذه التغطية في الحديث عن الثورة الجزائرية وأبعادها المغاربية بعد ما تحدثنا عن البعد تاريخيا كيف كانت والدعم المغاربي للثورة الجزائرية والاستفادة المتبادلة، وتحدثنا الآن عن هذا الواقع الذي هو يخالف تماما الآمال التي كانت معلقة على الانتصار و طرد المستعمر. هذا كله حصل ولكن الأمال لم تحصل. لأن في هذا الجزء نتحدث عن هذه شعوب هذه المنطقة، يعني هناك مستوى ثقافي مرتفع الآن، يقال أنه نسبة الأمية في 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 يعني في نزول مستمر في هذه المنطقة كلها. هناك ثورة ما سمي بالربيع العربي حصلت في تونس، في ليبيا كذلك ما زالت متواصلة إلى حد الآن، حتى في المغرب بشكل معين بشكل قد يكون مختلف. الجزائر الآن على صفيح ساخن، لا ندري أين ستصل، ولكن الجزائر التي كانت المبادرة في هذه الخطوة منذ 85 أو 89 الانتفاضة
أكتوبر 88 التي كانت أول انتفاضة شعبية، بعدها جاء الدستور 89 وفتح المجال لكل الأحزاب. في 90 كذلك شهدنا الانتخابات بلدية وانتخابات تشريعية بكل شفافية ونزاهة، وقع الانقلاب طبعا على كل هذا المسار بعد ذلك. هذه الشعوب إلى متى ستبقى هكذا متأثرة بإرادة من يحكمها؟ متى يأتي الوقت الذي تصبح الشعوب هي التي كذلك تختار هذا الحاكم أو التي تقرر كذلك مصيرها؟ أرحب مجددا بضيف هنا الأستوديو والأستاذ كذلك المعطي منجب معي كذلك من المغرب، وأبدأ معك أستاذ المعطي. يعني الشعب حقق انتصارا على المستعمر بوحدته بتكاتفه بإيمانه بقضيته وبأن هذا الغازي لابد أن يخرج، لكن هذا الشعب بعد ذلك سلم كل شيء للحاكم، والحاكم لم يلتزم بحق هذا الشعب، تجاوز في حقه، تسلط على حقه، افتك له كذلك رزقه كما يقول البعض، لكن الشعب لم يرد الفعل. هل قلة الوعي هي سبب ذلك أم هناك أسباب أخرى؟ والآن بعد 2011 ما سمي بالربيع العربي، هل ترى أنه فعلا المستقبل سيكون لهذه الشعوب في استرداد حقها في اختيار من يحكمها وإزاحته أو إزالته حينما يحيد عن أهدافه؟ نعم، قبل أن أجيب على هذا السؤال مهم جدا والذي سأحاول يعني تفريعه، لا بد أن أجيب حول فيما يخص حرب الرمال. كذلك كانت هناك مصلحة لبن بلة في أن تكون هناك مناوشات على الحدود فقط، يعني لأنه كانت معارضة قوية داخلية قوية خصوصا من القبائلية ومن جبهة يعني FFS يعني جبهة القوات الاشتراكية. لأجيب عن سؤالكم المهم جدا، ما يمكن ملاحظته أن يعني المغارب أي المنطقة المغاربية كلها دخلت يعني مرحلة الهوية الجماعية بشكل قوي جدا في الخمسينيات من القرن العشرين، أي دفاع عن الهوية وعن حرية الأمة وعن استقلال الأمة وعن مصالح الأمة. الآن دخلت عصر الحرية الفردانية، أن الفرد لا يمكن الآن أن يتحكم فيه ولا بد أن يعبر بحرية سواء في إطار هذه الأنظمة أو في إطار أنظمة سيخلقها. ومن دلل على ذلك هو يعني ثورة يعني الربيع بتونس والتي وصلت المغرب، مع الأسف كانت ضعيفة في الجزائر. لماذا؟ لأنهم ملوا الحرب، والحرب الأهلية في الجزائر يعني في التسعينيات يعني جعلت كل الجزائريين يقولون أحسن شيء هي نبقى أنا وأبنائي ونبقى حياء ويذهبوا إلى المدرسة ويرجعوا في الليل بدون أن يقتلوا. إذن هذا التعب مع الأسف لم يجعل الجزائر تشارك، ولكنها الآن مجتمع جزائري يظهر في نفس مستوى المطالبة بالحرية للفرد، إذن بالديمقراطية، لأن الفرد لا يرتدي بحريته أن يفرض عليه حاكم من خارج مؤسسة الانتخابات ومن خارج قرار يعني المواطنين أن يختاروا هذا الحاكم أو آخر. إذن بسياسات معرفة الآن يجب أن تعلموا أنه يعلم الجميع أن يعني بفضل التعليم وكذلك بفضل الإنترنت الآن يعني الدولة سواء في المغرب أو في الجزائر أو في ليبيا لم تبقى تحترم الإعلام ولم تبقى تحترم المعرفة. وأنتم تعرفون أن يعني الموارد الاستراتيجية الثلاث التي تتيح لأي نخبة التحكم هي السلطة والثروة الاقتصادية والمعرفة والإعلام. الآن الإعلام بفضل ديمقراطيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل يعني الوسائط الجديدة للتواصل أصبح الآن الشعب لديه كلمة وللمجتمع كلمة. طيب أستاذ منجب، على سبيل المثال حتى بالمثال يتضح الحال كما يقال في المغرب، هل هناك ما يدل على هذا الكلام الذي تقوله أنت، على هذا الوعي، على هذه القدرة على فرض الموقف من طرف الشعب؟ نعم مثلا الحراك الاجتماعي بالريف كيف تنظم؟ لأن هناك إعلام بديل. هذا ناصر الزفزافي كيف أصبح زعيم في أسبوع؟ هل لو كانت التلفزة الرسمية ما زالت مسيطرة كان بإمكان الحراك أن ينجح لمدة عدة أشهر، ورغم القمع ورغم التدخل ورغم شراء الذمم
وبعد ذلك رغم التعذيب إلى آخره وإهانة المناضلين والزعماء بحراك الريف الذين كانوا يناضلون كذلك من أجل الديمقراطية، وأولها الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية وثقافية كذلك. إذن هذا الإعلام الجديد والمعرفة الجديدة التي أصبح يتوفر عليها كذلك المجتمع بينما منذ 40-50 سنة كانت تحتكرها الدولة عبر المدرسة وعبر الوسائل السمعية البصرية. إذن كل هذا أنا متأكد سيؤدي إلى الديمقراطية، والآن نحن نعيش، المغاربة يعيشون زمن الديمقراطية، وهذا التقدم الثقافي والتقدم التربوي والتقدم كذلك في الفردانية، أن الإنسان أصبح ليس في كل واحد منا أمة كما في السابق، أصبح الفرد له ضمير ويريد الحرية له ويريد الحرية لغيره. وربما كذلك ربما من الأدلة فقط. أستاذ منجب أعطيك أدلة مثلا من الأدلة أكثر. كذلك ربما حالة المقاطعة هذه، وإن كان طبعا اجتماعيا لكن المقاطعة استمرت مدة طويلة دون نزول للشارع دون أي مظاهرات. نعم نعم نعم. فقط من البيوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت من يعني دعنا نقول من فرض شروطها على هذه الشركات الحليب والماء والمحروقات يعني. نعم، هذا لم يكن فقط من أجل أن ينقص درهم أو درهمين في هذا أو ذاك، طبعا هذه ضد ما يسمى في المغرب بالاقتصاد الريعي أو بالريع الاقتصادي الذي هو أصله سياسي، أي أن المتحكمين في الأمور يستخدمون سلطتهم السياسية للاغتناء على حساب الشعب، وهذا ما أظهره يعني حراك الريف الذي كان حراكا اجتماعيا اقتصاديا من أجل الكرامة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ما أظهرته حركة المقاطعة التي دامت شهور والتي رغم كل الوسائل وتسييسها إلى آخره يعني نجحت لمدة عدة أشهر في المقاطعة. وأعطيك مثال آخر على هذا التقدم الثقافي والاجتماعي والحضاري الذي تعيشه المجتمعات المغاربية، والذي سيعطي الديمقراطية أولا وسيعطي الوحدة المغاربية ثانيا، هو أن المجتمع الأكثر تقدم في هذا المستوى هو المجتمع التونسي. فنعرف أن أول دستور ديمقراطي في العالم العربي كان سنة 1861 بتونس، وتدخلت فرنسا الاستعمارية لتضحد للتجربة الدستورية التونسية. كذلك نعرف أن أول يعني التعليم في تونس كان هو أحسن تعليم ونشر القيم الحديثة ووصل حتى القرى النائية، وأصبح يعني 90% من التونسيين حتى في نهاية يعني بن علي كانوا يقرؤون ويكتبون. كل هذا هو ما أعطانا الديمقراطية التونسية، ونفس الواقع سيعطي نفس الأنظمة في الجزائر. جميل. وفي المغرب وفي ليبيا وفي طيب. موريتانيا. على كل هذه هي أمنيتنا وهذا هو تحليلنا. ابقى معي أستاذ معطي. أستاذ عبد الله، يعني حتى نفهم كذلك يعني طريقة تفكير الشعوب وطريقة تفاعلها وتعاملها، الثورة ضد المستعمر أثبتت أن الشعب له قدرة وله إرادة في تحقيق ما يريده. بعد الآن ما نعيشه اليوم وكأن هذه القدرة أو هذه الإرادة سلبت من هذا الشعب، لماذا عجز إلى حد الآن الشعوب المغاربية على فرض من يحكمها، على فرض ضرورة اختيار الحاكم كما فرضت طرد المستعمر؟ هو في الحقيقة لم تتوقف الشعوب المغاربية والعربية بشكل عام عن النضال من أجل الحصول على هذا الحق، وهو اختيار من يحكمهم وبناء أنظمة ديمقراطية والتخلص من الدكتاتوريات. ربما تأخرت اللحظة التي ينفجر فيها هذا النضال إلى لحظة الثورة، حتى وصلنا إلى عام 2011 عندما بدأت ثورات الربيع العربي. لكن عندما ندرس تاريخ النضال السياسي لكل دولة سنجد هناك نضال وهناك معارضون أغلبهم في الخارج بسبب حالة القمع، وأنا هنا ربما أركز على ليبيا. يعني هل القذافي كان بدون معارضة؟ في الداخل كانت المعارضة صامتة، أو الذين يعارضونه صامتون بسبب القمع، ولكن في 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 أوروبا وخاصة في بريطانيا كان هناك نشاط للمعارضة، كان هناك نضال من أجل إسقاطه ومن أجل إقامة البديل الديمقراطي. طبعا هناك مشكلة أخرى بالنسبة للشعوب المنطقة والشعوب العربية، الهيمنة الغربية. يعني المنطقة منذ قرون وهي الحكام فيها يعينون من الخارج أو يتم توجيههم من الخارج في إطار الصراع بين القوى
الكبرى، ولا نستثني تقريبا أحد من ذلك. يعني القذافي ما كان ليأتي للحكم لولا مباركة أمريكية وغض طرف من أمريكا وبريطانيا لكي لا يقفز على الحكم. التقارير كلها تقول أن الملك خلص أصبح عاجز ونظام الحكم آيل إلى السقوط، والشيعيون يتنامون، التنظيمات الشيوعية تتنامى، وقد تسقط هذه المنطقة المهمة في شمال أفريقيا في يد تنظيم شيوعي موالي للاتحاد السوفيتي. ففي إطار الحرب الباردة شجعوا القذافي لكي يستولي على السلطة، وهكذا في أغلب البلدان. وما زلنا إلى الآن نناضل رغم أن سقط الدكتاتور وخضنا تجربة ديمقراطية، وخاضت تونس تجربة ديمقراطية، وخاضت مصر تجربة ديمقراطية، ولكن يبدو أن القوى الغربية المتحكمة في المنطقة امتصت موجة الربيع العربي واستعدت لكي تتعامل معها، ولكن النضال ما زال مستمر. هي المرحلة الثانية بعد التخلص من الاستعمار كما لخصها الكاتب والشاعر المكسيكي أوكتافيو باث. هناك مرحلتان: النضال ضد الاستعمار، ثم النضال ضد الدكتاتوريات العسكرية التي تعقب النصر وترى أن السلطة مكافأة لها على صنيعها البطولي في طرد الاستعمار. نعم، عادل الحمد، في هذا الإطار ما الذي يمكن قوله؟ الأمل يبقى معقود دائما على قدرة هذه الشعوب وإن تأخر في أنها في النهاية ستفرض إرادتها. طبعا قبل أن أجيبك على سؤالك لابد أن طالما أن ضيفك من المغرب ذكر حراك الريف وذكر نصر الزفزافي، فيجب أن أقول لا بأن نصر الزفزافي الذي سجل اسمه بحروف من دم هو الآن في السجن. نعم. يجب أن نقول بأن حراك الريف على الرغم من أنه حقق يعني إنجازات على المستوى الإعلامي، لكن أيضا يجب أن نقول بأن أحد الإعلاميين الكبار الصديق العزيز توفيق بعشرين موجود في السجن. نعم. يجب أن نقول بأن الحريات الإعلامية ما زالت تتعرض لبعض المضايقات. ويجب أن نقول أيضا، وهذا الكلام أيضا دعما لصديقي سي عبد الله الكبير، بأن ثورات الربيع العربي لم تكن هي حقيقة لم تحقق إنجازاتها بالكامل، وإلا لما لاحظنا كيف تدخل الغرب وأسقط الديمقراطية في مصر وقتل الآلاف في الميادين، ولم يراعي إلا ولا ذمة في هذه الدماء. والآن نعم. هو يستقبل زعيم الانقلاب يستقبله، وإلا لما لاحظنا مثلا قبل يومين أو ثلاث أحد رموز أو على الأقل من المحسوبين على الثورة أو الربيع العربي زعيم حركة النهضة يتحدث عن أن اغتيال جمال خاشقجي يمثل جريمة، وهو يشبه في 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 ما أثاره يشبه ما أثاره البوعزيزي. بعد يوم واحد يتراجع ويقول لا أنا لم أكن أقصد ذلك، وإنما قصدت فقط الحادثة في أن هذا اعتداء إعلامي. فأنت تعلم حجم الضغوط، وأن القوى المتنفذة في دولنا ليست هي القوى التي نراها رأي العين أو هي التي تمارس السياسة عندنا، وإنما هي قوى أخرى. بمعنى، وهذا الذي كنت حدثتك عنه في البداية، أن السفراء الأجانب هم الذين يديرون الشؤون من وراء حجاب أو بالتحكم عن بعد كيف يديرون هذه الدولة أو تلك. ولذلك فإن معركة الاستقلال التام والحقيقي ونحت الكيان العربي أو المغاربي الشمال الإفريقي الإسلامي سميه ما شئت، هذه معركة ما زالت مستمرة. نعم. وأعتقد بأن الشعوب المغاربية ما يجمعها من وحدة في الدين وفي اللغة وفي التاريخ وفي الجغرافيا وفي المصلحة وفي المصير كلها قادرة على أن طبعا قد يكون هذا فيه نوعا ما من الشعر ومن الرومانسية، لكنه على أرض الواقع يحتاج إلى كثير من الجهد. وربما آخر نقطة التي أشار إليها ضيفك المغرب وهي موضوع الفردانية، وهي تعكس نوع من التحول، وهذا جزء وهو هذا هدف مطلوب، أي كيف يمكن القضاء على الدعوات الكبرى أو على التيارات السياسية الكبرى والتركيز فقط على الحريات الفردية وإشاعة هذه الحريات الفردية، لأن الحريات الفردية هي التي تجعل الأنانية تتحكم في كل شيء وتحول أنظمتنا إلى نوع من القبائل، قبل وليست أنظمة، هي قبائل وليست أنظمة. نعم. أستاذ العربي، في الجزائر حصل يعني ما حصل، الاستعمار وقع طرد الاستعمار بعد 130 سنة، مليون ونصف أو ربما يزيد شهيد، ظن وقتها الجزائريون أنهم خلاص يعني الآن ستفتح باب الجنة وسيرسون نظاما يختارونه، هذا لم يحصل.
جاءت التجربة الأولى في 88 بعد انتفاضة شعبية، جاء دستور 89 فتح المجال للأحزاب السياسية، حصلت انتخابات، كان ربيع عربي سابق لأوانه في الجزائر، لكن وقع الانقلاب على ذلك. ما تعيشه اليوم الجزائر في علاقة طبعا بمقاومة الاستعمار وبأمالها حينما كانت تقاوم الاستعمار الفرنسي، هل يمكن القول أن الشعب الجزائري بطريقة ما، لا أدري هل العبارة هذه صحيحة أم لا، أنه كانه عاد إلى استعمار لكن من نوع آخر، بمعنى ذلك الاستقلال ليس استقلالا تاما؟ في 62، في صيف 62 لما جاءت جيش الحدود هاجم على الجزائر العاصمة، راح أحد كبار الثوار ويسمى محمدي، راح لرئيس الحكومة الشرعية يوسف بن خدام، قال له نواجههم نقاتلهم بالسلاح. قال له كيف تريدني يا أخ محمدي، كيف تريدني أن أواجه جيش منظم يدعمه عبد الناصر والحسن الثاني وديغول؟ التقت هذه القوى الثلاثة على رغم الخلافات بينها، خاصة ما بين عبد الناصر وديغول وعبد الناصر والحسن الثاني، التقت على دعم طغمة عسكرية. لماذا؟ لأن الأنظمة العسكرية، وهنا ذكرنا بقول المكسيك، لأن النظام الاستعماري يعرف أن أفضل بديل له هو الطغمة العسكرية. الطغمة العسكرية عندما تأتي فإنها لا تبني الدولة ولا تحمي الوطن ولا تغني الشعب، وإنما يكون هدفها الرئيسي هو الحفاظ على النفوذ وعلى السلطة التي اقتصبتها اغتصابا وتعرف أن آخرين يطالبون بها. الأخ عادل لطيف جدا قال لك هذه أصبحت قبائل، هذه ليست قبائل، هذه عصابات. والدليل ليس، أنا لا أقول ذلك مبالغة، انظر إلى اليوم 5 جنرالات من أكبر جنرالات الجزائر موجودين في السجن، يتهمونهم بالنهب، قالوا أنهم وجدوا في بيت واحد فقط عنده 800 مليار سنتيم، بيت جنرال واحد كاش. إذن نحن أمام معضلة. المعضلة أنه حينما كان الاستعمار، حينما كان أبانا وأجدادنا يواجهون الاستعمار الفرنسي، كان العدو واضح. حتى الجزائريين الذين كانوا معهم وكانوا كثيرين مع الاستعمار الفرنسي، كان واضح، كان حكمهم حكم المستعمر. أما عندما يكون الاستعمار هو لوني ولونك، أسمي وأسمك، فالناس تختلف عليها الأمور. حتى أنا أخونا الفاضل وهو من المغرب قال لك الحرب الأهلية في الجزائر، لم تكن حرب أهلية، كانت حرب الجنرالات ضد الشعب الجزائري لأنهم أقدموا على انقلاب. ومن هم هؤلاء الجنرالات؟ من 8 الجنرالات، من أكبر 8 الذين قاموا بانقلاب، 7 كانوا يقاتلون من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية. إذن نحن الكل مختلط، معناها فرنسا لم تذهب بعيدا، إنما عدت هؤلاء ليصلوا في لحظة معينة. في البداية اخترقوا الدولة، ثم في 92 وصلوا إلى الهيمنة على الدولة بالسيطرة على نظام الحكم. إذن أنت أمام استعمار، ما يسميه عبد الكريم الخطابي رحمه الله من أعظم عظمائنا، يسميه الاحتقلال. الاحتقلال هو هذا الذي نعيشه، أي أن الحاكم هو منك، من أبنائك، من أسمائك، من، لكنه في نهاية المطاف يحكمك كأنه استعمار. كولون يعني لكولون الكولونيالي، هذا هو الذي نعيشه اليوم. ما الذي يجب فعله أساسا على الشعب الجزائري فعله؟ إسقاط العصابات، ليس هناك خيار آخر. تقول لي كيف؟ أقول لك أنا أؤمن بالطرق السلمية، بالطرق اللاعنفية. الطريق هذه ليست أنظمة نعارضها، هذه ليست أنظمة حكم نعارضها، هذه عصابات وجب مقاومتها إذا أردنا أن تنجو الشعوب والأوطان. طيب، لكن أعود إلى الأستاذ معطي منجب في دقيقة. أستاذ معطي منجب، يعني بعد هذا النقاش كله، ويبدو أن هناك أملا في كل حالات، يعني نختم به نقاشنا، أن هذه شعوب هذه المنطقة المستقبل لها والإرادة لها ستعود، ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهها حضرتك إلى شعوب هذه المنطقة؟ هو التضامن فيما يخص النضال وتعميم هذا النضال وتنظيمه وتنسيق بين يعني المنظمات المدنية سواء بالخارج أو بالداخل المغاربية للوصول إلى الاستقلال الحقيقي، ولا وحتى لا نبقى في الاحتقلال، وهو الديمقراطية وانفتاح
على كل التيارات المغاربية الشعبية. وكذلك أنا أذكر بما قاله يعني رفيقي في هذا الحوار أن توفيق بوعشرين وهو صحفي كان يكتب افتتاحيات من أجل وحدة المغارب ومن أجل الديمقراطية في المغرب، والآن يتابع تخيلوا بتهمة التجار في البشر والاغتصاب على 15 مرأة، وأغلبية هذه النساء يقولون لا علاقة لنا بهذه القمرية ولم يغتصبنا ولم يتاجر بنا البشر وسيحكم عليه في الأسابيع المقبلة. أنا أوجه كل المنظمات المدنية المغاربية لمساندته، فإنه يمكن أن يتوفى بسبب الضغط والسب والتشهير الذي يعني مئات الآلاف من الكلمات كتبت ضده في الإعلام يعني المسيطر عليه من السلطة في المغرب. نعم، رسالتك عاد رسالة واحدة باختصار. أدعو دعاة العالم الإسلامي وتحديدا دعاة المغرب العربي ألا ينساق وراء دعوة وجهها اليوم أحد دعاة أو من محسوبين على دعاة في الجزائر الذين يقولون بأن زيارة فلسطين وهي تحت الاحتلال، زيارة القدس وهي تحت الاحتلال هي زيارة مباحة، وأن الذين يقولون بأن زيارة فلسطين تحت الاحتلال هي تطبيع بل الاحتلال، هؤلاء يقولون كلاما خاطئا تحت مسميات أخرى. أنا أعتقد بأن هذه كما قال سيد عربي زيتوت في تصريحات له اليوم، قال بأن هذه محاولة للاستقواء بالاحتلال الصهيوني وأيضا بالأمريكان على الشعب الجزائري، بأن مستعدون للصهاينة، مستعدون بأن نقدم خدمة للصهاينة ولأمريكا من أجل أن نبقى في هذه السلطة. فلسطين والقدس أكبر من أي مطامع حزبية أو سياسية ضيقة. تفضل أستاذ عبد الله رسالتك. ملاحظة ثم أقول الرسالة. الملاحظة أن التضامن والوحدة بين الشعوب المغاربية أو العربية ليس يعني ليس بالضرورة مجرد أننا في لغة واحدة وتاريخ مشترك وحدود ليست بينها موانع طبيعية، هذه عوامل مساعدة. الشرط الأساسي لكي تقترب هذه الشعوب وتحقق نوع من التضامن وصولا إلى حتى الاندماج الكلي في كيان واحد لابد من الديمقراطية. لكن يعني لدينا تجربة الاتحاد الأوروبي، يعني شعوب مختلفة في اللغة وفي العقائد وفي التفكير وفي الثقافة وفي الأصول، ومع ذلك وصلت إلى نوع من التضامن والاتحاد. رسالتي للشعوب المغربية بشكل عام هو عدم الاستجابة للفتن التي يثيرها السياسيون ضد شعوب أخرى في المنطقة. علينا أن نبقى في حالة تضامن، علينا أن نقترب من بعضنا البعض ولا نستجيب لأي دعوات تجاه الليبيين تجاه التوانسة أو التوانسة تجاه الليبيين أو تجاه الجزائريين. لا ينبغي أن نترك للسياسيين مساحة لكي يخدعونا ونبدأ في التنابز والتلاسن فيما بيننا. رسالتك أستاذ العرب. نعتقد اليوم أنه إذا استثنينا كوريا التي مقسمة إلى دولتين، فإن المنطقة شمال إفريقي منطقة المغرب الكبير مقسمة اليوم إلى 4 أو 5 دول. نحن شعب واحد، وهذه الحدود يجب ليس أن تفتح، يجب أن تهدم، ويجب أن نبني الدولة المغاربية الكبرى، لأن الزمن القادم زمن الصين 1.5 مليار والهند 1.2 مليار والاتحاد الأوروبي والأمريكان والصراع العالمي الذي يشتد راه سيسحقنا سحقا إذا لم نبني على الأقل كيان من 100 مليون شخص ب6 مليون كيلومتر مربع وبإمكانيات هائلة. نستطيع أن نكون مثل تركيا حينها أو مثل ربما ألمانيا حينها، أو نستطيع. إذا لم نفعل ذلك وبقينا تحت حكم العصابات هذا، فإننا سنزول، سنهدم، سنتقاتل، وستذهب هذه الأوطان هباء منثورة، وكأن ثورة الثوار وجهاد المجاهدين واستشهاد الشهداء لم يكن له دورا أو كان شيء منثورا. شكرا جزيلا لكم جميعا، عادل حامدي، عبد الله الكبير، محمد العربي زيتوت، والمعطي منجب من الرباط. الشكر في النهاية مشاهدي الكرام موصول لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم بخير. السلام عليكم.